كان من الضروري تعزيز وتقييم الحوار بين شركائنا الأوروبيين في جميع الميادين من أجل توطيد هذا التعاون والعمل معا لبناء شراكة رابح تضمن وتصون مصالح كلا الطرفين. وتعد إمكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبيا، لا سيما في جنوب وغرب وشمال البلاد وفي المنطقة البحرية. وذلك هو السبب الذي جعل تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا خاصة الأوروبيين. كما يجب علينا من أجل مصالحنا المشتركة أن نرسم بشكل جماعي آفاق واعدة للشراكة من أجل تعزيز وتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار بين الشركات الجزائرية والأوروبية.